السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي علم الرياضيات، معكم مستر محمود درويش. والنهاردة إن شاء الله بناخد الدرس الثاني في الاستاتيكس. احنا بدأنا يونت 1 اللي هي الفريكشن، خدنا ليسون 1 الحصة اللي فاتت كانت بتتكلم عن الفريكشن ان هوريزونتال بلين. النهاردة معانا نفس الموضوع بتاع الفريكشن، ولكن بنتكلم عن الفريكشن في انكلايند بلين. يبقى ليسون 2 بيتكلم عن equilibrium of a body on a rough inclined plane. عندي انكلايند بلين زي اللي قدامنا ده، انكلايند على الهوريزونتال بانجل ثيتا، وكان عندنا body of weight W. طبعا معروف ان الويت دايركشن بتاعه vertically downwards، وطالما البادي في حالة equilibrium يبقى أنا عندي أكيد في force vertically upwards، اللي هي كانت ال R داش اللي خدناها الحصة اللي فاتت، اللي هي كانت resultant reaction، اللي هي كانت عبارة عن resultant ل two forces أو two components، النورمال reaction والفريكشن force بتاعتي. وبالتالي لو انا عملت ريزوليوشن للار داش زي ما هو قدامي كده في الرسمه، هنلاقي ان الار داش كوزين سيتا اللي هي عند النورمال رياكشن اللي هي بنسميها ار، وبالتالي يبقى الار ايكوال ار داش كوزين سيتا. والفريكشن فورس في اتجاه البلين ابوردس اللي هي الاف ايكوال ار داش ساين سيتا. يبقى البادي دلوقتي لما اعمل ريزوليوشن للار داش لتو كومبوننتس، واحدة منهم الـ R وواحدة منهم الـ F. الـ R equal R dash cosine theta والـ F R dash sine theta. طب بالنسبة للـ weight اللي هو W، الـ weight برضه اللي هو في اتجاه الـ inclined plane ولا في اتجاه النورمال عليه؟ إيه فكرة الـ resolution؟ أنا عايز أخلي الـ forces بتاعتي في two perpendicular directions فقط، اللي هما مين؟ اللي هما اتجاه الـ inclined plane والنورمال على الـ inclined plane. طب انا ما ابص على الويت دلوقتي، الويت لا هو في اتجاه الانكلايند بلين ولا في اتجاه النورمال على الانكلايند بلين، وبالتالي انا محتاج اعمل ريزوليوشن للويت هو كمان، فهينزل الويت في اتجاه البلين دبليو ساين ثيتا وفي اتجاه النورمال على الانكلايند بلين دبليو كوساين ثيتا، زي ما واضح قدامنا الريزوليوشن سواء بتاع الدبليو او بتاع الار داش. طيب دلوقتي انا عايز اشوف البادي في حاله ايكوليبريم، يبقى عندي في equations of equilibrium. زي ما قلنا قبل كده، لما يكون في equilibrium معناها ان الصم بتاع الفورسز في اي direction equal zero من التو perpendicular directions اللي انا شغال عليه. لما ابص على اتجاه الانكلايند بلين الاقي ان ال r equal w cosine theta، ده كده في اتجاه النورمال على الانكلايند بلين، يعني الفورس اللي فوق equal الفورس اللي تحت. طيب وال f اللي هي في اتجاه الانكلايند بلين ابوردس ايكوال الدبليو ساين ثيتا اللي هي في اتجاه الانكلايند بلين داون ووردس، وبالتالي يبقى التو ايكويشنز اوف ايكوليبريم للشكل اللي قدامي ار ايكوال دبليو كوساين ثيتا والاف ايكوال دبليو ساين ثيتا. نيجي لي ريمارك مهمه في حاله الانكلايند بلين. لو عندي البادي is about to slide under the effect of its weight only، يعني حطيت بادي على inclined plane وكان البادي ده about to move downwards من غير ما اي فورس تأثر عليه غير الويت، ايه اللي انا هستنتجه في الحالة ديت؟ لما ابص على الرسمة اللي قدامي، انا عندي بادي of weight W والبادي ده about to move downwards. لما نعمل ريزوليوشن زي الشكل اللي فات بالظبط لل W، هتبقى W ساين ثيتا في اتجاه الانكلايند بلين داون ووردس، و W كوزاين ثيتا في اتجاه النورمال على الانكلايند بلين. ولما اعمل ريزوليوشن لل R داش، هيبقى عندي ال R اللي هي في اتجاه النورمال على الانكلايند بلين اللي هي فيرتيكلي اب ووردس بالنسبه للانكلايند بلين، وعندي ال F اللي هي الفريكشن فورس اللي هي ايكوال ميو R. نجا اول equation of equilibrium هيبقى ال R equal W cosine theta، اللي هي لما نقول ال Y equal 0 على اعتبار ال inclined plane هعتبر ده ال X والنورمال عليه ده ال Y،
يبقى ال r equal w cosine theta. طيب وال f equal w sin theta. طب وال f اس اللي هي مين؟ اللي هي ميو اس ار. يبقى عندي الميو اس ار equal w sin theta. دول بنسميهم ايه؟ دول بنسميهم التو equations of equilibrium بتوع الشكل اللي قدامي. طب انا عندي equation 1 ال r w cosine theta. equation 2 ميو اس ار equal w sin theta. لو انا عملت division equation 2 divide equation 1 يعني ميو اس ار divide ال r هيطلع ميو اس. طب و w sin theta divide w cosine theta هنكنسل w مع ال w يفضل sin theta على cosine theta. طب هو الساين اوفر كوزاين من قوانين التريجونومتري ايكوال ايه؟ قال لي ايكوال تان سيتا، وبالتالي يبقى الميو اس ايكوال تان سيتا. من السيتا دي الانجل اوف انكلينيشن بتاعت البلين على الهوريزونتال. طب ما انا عارف من قبل كده ان الميو اس من الدرس اللي فات كانت ايكوال مين؟ ايكوال تان لامدا. كانت مين اللامدا ديت؟ كانت الانجل اوف فريكشن. طب كانت مين الانجل اوف فريكشن لو نفتكر؟ كانت هي الانجل اللي بتوين الريزلتنت رياكشن والنورمال رياكشن. يعني الميو كانت ايكوال تان لامدا والميو دلوقتي طلعت ايكوال تان سيتا، يبقى انا استنتجت ايه؟ ان تان لامدا ايكوال تان سيتا، وبالتالي لامدا ايكوال سيتا. يبقى انا عايز اوصل لايه دلوقتي؟ عايز اوصل لرول. بتقول ايه الرول ديت؟ لو البادي بليزد على رف انكلايند بلين and it is about to slide under the action of its weight only، ونركز ان البادي about to slide او about to move under the action of its weight only، مفيش اي فورس تانيه بتاثر عليه. في الحاله دي انا هستنتج ايه؟ ان الميجر اوف انجل اوف فريكشن اللي هي مين؟ اللي هي اللامدا ايكوال الميجر اوف انجل اوف انكلينيشن اوف ذا بلين تو ذا هوريزونتال اللي هي مين؟ اللي هي الثيتا. طب ده يفيدنا في حاجه واحنا بنحل؟ اكيد. لو جه قال لي فور اكزامبل انا عندي بادي بليز على رف انكلايند بلين اند ات از اباوت تو سلايد اندر ذا اكشن اوف اتس ويت اونلي، ونستريس دايما ان البادي اباوت تو سلايد اندر ذا اكشن اوف اتس ويت اونلي، مفيش فورس ثانيه غير الويت. وين ذا ميجر اوف ذا انكلينيشن انجل از 60 ديجريز. طب انا استفدت ايه؟ قال استفدت ان طالما البادي about to slide under the action of the weight only يبقى الانجل اوف انكلينيشن هي الانجل اوف فريكشن، يعني الثيتا هي اللامدا. طب وده انا هعمل بيه ايه؟ هقدر اطلع منه الميو. الميو كانت ايكوال ايه؟ ايكوال تان لامدا. طب ما اللامدا هي الثيتا، يبقى الميو ايكوال تان ثيتا، وبالتالي من الجيفن ده قدرت استنتج ان الميو بتاعتي ايكوال تان 6 يعني ايكوال روت 3، وابدا احل السؤال بتاعي يبقى معايا الميو موجوده دلوقتي. وعرفتها منين؟ من الانجل اوف انكلينيشن اوف ذا انكلايند بلين على الهوريزونتال من غير ما نجيب سيره اللامدا او سيره الانجل اوف فريكشن. اول اكزامبل نوضح بيه الكلام اللي احنا قلناه. بيقول لي بادي اوف ويت 90 جرام ويت از بليزد اون ا رف انكلايند بلين. ات از نوتست ذات البادي بيكم اباوت تو موف اندر ذا اكشن اوف اتس ايه؟ weight only when the tangent of the angle of inclination to the horizontal equal to over 3. يعني عايز يقول لي مين ال 2 over 3 ديت؟ هي ال 10 ثيتا. واحنا قلنا لما البادي يبقى about to slide down under the action of the weight only يبقى الثيتا هي اللامدا. وبالتالي وانا بحل دلوقتي الاقي ان التال لامدا هي ال 10 ثيتا، هي تو على 3، يعني الميو اس ايكوال تو اوفر 3. طيب نبدا حاجه جديده في السؤال. بيقول لي اف ذا سيم بادي از بليزد اون ا رف هوريزونتال بلين. يبقى السؤال هنا جاب لي معلومه من الانكلايند بلين وبعدين نقلني للدرس اللي فات على الهوريزونتال بلين تاني. بس ان ذا سيم ايه؟ رفنس. استفدت ايه من الكلمه ديت؟ يعني الميو اس بتاعت الانكلايند بلين هي نفسها الميو اس بتاعت الهوريزونتال بلين. يبقى الانكلايند بلين هو نفسه عنده الرفنس بتاعت الهوريزونتال ايه؟ بلين. طب بعد كده اند قال لي اتنشن فورس اكتد اون ات
in the direction makes an angle whose tangent is 3 على 4. نركز ونفرق ما بين الانجلز اللي عندنا. انا عندي tan ثيتا ايكوال تو على 3 الجبن الاولاني، الثيتا دي الانجل اللي الانكلايند بلين كان مايل بيه على الهوريزونتال. وبعدين اداني تان انجل ثانيه سميها الفا، سميها ثيتا 2، سميها اي حاجه، ب 3 اوفر 4. دي انهي انجل؟ دي الانجل اللي الفورس مايله بيه على الهوريزونتال لما انا بقيت اتكلم على هوريزونتال بلين، زي ما هنشوف الرسم والحل بعد شويه. الانجل ديت عامله انجل هنسميها ثيتا 2 مع الهوريزونتال، تان بتاعها 3 على 4 تو ذا هوريزونتال ابوردز، يعني الفورس مايله لفوق. لاينج ان ا فيرتيكال بلين تو ميك ات اباوت تو موف. يعني في الحاله ديت هيبقى البادي اباوت تو موف، اباوت تو موف فين؟ على الهوريزونتال بلين. ايه المطلوب في السؤال؟ ثلاث حاجات. اول حاجه الماجنتيود اوف تنشن. الحاجه الثانيه الماجنتيود اوف نورمال رياكشن. الحاجه الثالثه الماجنتيود اوف ريزالتانت رياكشن. نبدا نشوف لما يجي لي سؤال زي ده ابدا اتعامل معاه ازاي. السوليوشن بتاعنا اول معلومه اتقالت في السؤال ان البادي اباوت تو موف اون ذا انكلايند بلين اندر ذا اكشن اوف اتس ويت اونلي، وده المعلومه اللي بناكد عليها. في الحاله ديت يبقى الثيتا هي اللامدا، وبالتالي تان ثيتا هي تان لامدا، وبالتالي الميو هي تان ثيتا او تان لامدا حسب اللي موجود عندي في السؤال. يبقى الميجر اوف انجل اوف فريكشن ايكوال الميجر اوف انجل اوف انكلينيشن اوف ذا بلين تو ذا هوريزونتال، وبالتالي الكوفيشنت اوف فريكشن اللي هو الميو اس هو تان الانجل اوف انكلينيشن اوف ذا بلين تو ذا هوريزونتال اللي هو ايكوال تو على 3. يبقى الميو اس بتاعتي ايكوال تو على 3. دي الميو اس بتاعت مين؟ بتاعت الانكلايند بلين وبتاعت الهوريزونتال بلين. ليه؟ ان هو الهوريزونتال عنده نفس الرفنس بتاع الانكلايند بلين، وبالتالي نفس الميو اس مفيش فرق بينهم. بقى على الهوريزونتال بلين وابدا السؤال بتاع الهوريزونتال بلين. البادي بليز على الهوريزونتال بلين هافينج ذا سيم رفنس اوف ذا انكلايند بلين، وبالتالي الميو اس ايكوال زي ما قلنا 2 اوفر كام؟ 3. الايكويجن اوف ايكوليبريم في حاله الهوريزونتال بلين، ده الرسمه بتاعتي، ده البادي محطوط على الهوريزونتال بلين، وعندي التي اللي هو التنشن انكلايند بانجل ثيتا مع الهوريزونتال ابوردز. ابدا اشوف الايكويجنز اوف موشن بتاعتي. اول حاجه انا عندي التي لا هي في اتجاه الهوريزونتال ولا في اتجاه الفيرتيكال، وبالتالي انا هعمل ريزوليوشن للتنشن. هعمله ريزوليوشن في تو بيربنديكولار دايركشنز باستخدام الانجل ثيتا، يبقى في اتجاه الهوريزونتال تو رايت هتبقى تي كوساين ثيتا، وفي اتجاه الفيرتيكال ابوردز يبقى عندي تو ساين ثيتا، وبالتالي التي اتكنسلت وحطينا مكانها التو كومبوننتس اللي هم تو كوساين تي كوساين ثيتا وتي ساين ثيتا. طب ابدا اشوف بقى الايكويشنز اوف ايكوليبريم بتاعتي. زي ما قلنا البادي في حاله ايكوليبريم، وبالتالي يبقى السمشن بتاع الفورس في اي واحد من التو بيربنديكولار دايركشنز ايكوال زيرو. يعني لما نتكلم في الهوريزونتال دايركشن هيبقى الرايت ايكوال الليفت، في الفيرتيكال الاب ايكوال الداون. الرايت ايكوال الليفت يبقى تي كوزاين ثيتا ايكوال الاف اس اللي هي الميو اس ار، يبقى تي كوزاين ثيتا ايكوال ميو اس ار، يبقى 4 على 5 تي ايكوال 2 على 3 ار. من ال 4 على 5 كوزين الثيتا، ومن ال 2 على 3 الميو اس اللي هنقلناها من شويه. طب جبنا كوزين ثيتا منين؟ جبنا كوزين ثيتا من التراينجل ده، هو ادانا تان ب 3 على 4، جبنا السايد الثالث من بايثاغورس طلع ب 5، وبالتالي قدامي انجل ثيتا لو عاوز الساين بتاعها ب 3 على 5، لو عايز الكوزين ب 3 على 5، ولو عاوز التان ب 3 اوفر 4. طب الايكويشن اوف الكوليبريم الثانيه اللي قدامنا اللي هي من الواي ايكوال 0، يعني الفورس اب ايكوال فورس داون. اب انا عندي الار بلس تي ساين ثيتا، وداون عندي الدبليو فقط. طب الار بلس ساين ثيتا ب 3 على 5، يبقى ار بلس 3 على 5 تي ايكوالز الدبليو اللي هي ايكوال 90 من السؤال. اصبح عندي تو ايكويشنز اوف ايكوليبريم اللي قدامي بعد ما حطيت الساين ثيتا بالفاليو بتاعتها والكوزين ثيتا بالفاليو بتاعتها
والميرستبل فاليو بتاعتها الايكويشن الاولى 4 اوفر 5 تي ايكوال 2 اوفر 3 ار. الايكويشن الثانيه ار بلس 3 اوفر 5 تي ايكوالز 90. دول تو ايكويشنز في كام انون؟ في تو انونز اللي هو التي والار. وطالما عندي تو ايكويشنز في تو انونز يبقى هقدر احلهم واطلع الفاليو بتاعت كل انون من الاثنين بكام، سواء حلينا استخدام الكالكوليتر او حلينا بالسبستيوشن او بالاد والسبتراكت، اي طريقه تعجبنا هنحل بيها. من الايكويشن الاولى لما نجيب الار لوحديها هنودي 2 على 3 نحتني بالديفايد، لما اعمل 4 اوفر 5 ديفايد 2 اوفر 3 هيطلع 6 على 5 تي، يبقى الار ايكوال 6 على 5 تي. نروح نعمل سبستيوشن في الايكويشن الثانيه، اشيل ار واحط مكانها 6 اوفر 5 تي، يبقى 6 اوفر 5 تي بلس 3 اوفر 5 تي ايكوال 90. لما نحل الايكويشن ديت هيطلع لنا تي ايكوال 50 جرام ويت. لو انا رحت عملت سبستيوشن في اي ايكويشن علشان اطلع الار ايكوال كام، انا عندي الار كانت ايكوال 6 على 5 تي والتي طلعت ب 50، يبقى الـ R equal 6 over 5 تايم 50 هيطلع equal 60 جرام ويت. يبقى ده التنشن المطلوب الأولاني، والنورمال رياكشن اللي هو الـ R المطلوب الثاني، فاضل المطلوب الثالث اللي هو الـ R داش اللي هو resultant reaction. قانون الـ R داش اللي خدناه الحصة اللي فاتت كان بيقول إيه؟ إن الـ R داش equals R square root 1 plus mu squared. الار جبناها في 60 من الاستيبل اللي قبلها على طول، وعندي الميو بتوعها 3 من الجبل الاولاني، بالتالي يبقى الميو سكويرد 4 على 9، يبقى الار داش ايكوال 60 سكوير روت ل 1 بلس 4 على 9. ده كالكوليتر يطلع 20 روت 13 جرام ويت. وبالتالي يبقى احنا جبنا الثلاث حاجات اللي هو سال عليهم في السؤال. نمبر 1 التنشن وده طلعت 50 جرام ويت، نمبر 2 النورمال رياكشن وده طلع 60 جرام ويت، نمبر 3 الريزلتنت رياكشن اللي هو الار داش وده طلع 20 روت 13 جرام ويت. وبكده يبقى احنا انتهينا من حل السؤال بتاعنا، ورجعنا على الانكلايند بلين مع الهوريزونتال بلين في سؤال واحد. في عندي فيري امبورتنت ريمارك ناخد بالنا منها. لو انا عندي البادي اوف ويت دبليو بلز على رف انكلايند بلين ميكس انجل اوف ميجر ثيتا تو ذا هوريزونتال، وكان اللامدا هو الميجر بتاع الانجل اوف فريكشن، وانا عندي الثيتا الانجل اللي مايل بيها الانكلايند بلين على الهوريزونتال، وعندي اللامدا هي الانجل اوف فريكشن. زين تو ديترماين اف ذا بادي ويل بي ان ايكوليبريم اور ات ويل موف، انا عايز اعرف البادي ده هو هيدمنه في حالة إيكوليبريم ولا هيتحرك لتحت. منين؟ بالكمبارزون ما بين الثيتا واللامدا. لما أجي أعمل كومبيرنج ما بين الميجرز أوف تو أنجلز ثيتا ولامدا أكيد عندي احتمال من ثلاثة، وديت لما أجي أعمل كومبارزون بين أي تو ريال نمبرز عندي احتمال من ثلاثة، يا الرقم الأول أصغر من الثاني، يا الأول إيكوال الثاني، يا الأول أكبر من الثاني. لو الثيتا ليس ذان لامدا يبقى البادي stay at rest on the plane، وفي الحالة ديت هو in equilibrium and do not about to move. ونركز ونفرق بينهم عشان لما يجي لي سؤال عليهم أبقى عارف. لما يكون البادي about to move هو برضه in equilibrium، بس ساعات هيكون البادي in equilibrium و about to move، ساعات البادي يكون in equilibrium و not about to move. لما الثيتا تكون smaller than اللامدا الإيكوليبريم موجود بس البادي not about to move. طب الاحتمال الثاني الثيتا ايكوال لامدا، الانجل اوف انكلينيشن ايكوال الانجل اوف فريكشن، في الحاله ديت البادي about to move downwards، يعني هو ان ايكوليبريم بس برضه about to move. وده الفرق بين الكيس نمبر 1 والكيس نمبر 2. كيس نمبر 1 الإيكوليبريم موجود، طب والكيس نمبر 2 برضه الإيكوليبريم موجود. الفرق بينهم في نمبر 1 لما الثيتا سمولر ذان اللامدا يبقى البادي نوت اباوت تو موف، ولكن لما الثيتا ايكوال اللامدا يبقى البادي اباوت تو موف. هو لسه ما اتحركش بس بنقول ان هو على وشك الحركه، خلاص هيبدا الحركه. اي تغيير في الانجل الثيتا تزيد شويه الجسم يبدا يتحرك،
عصر اللي بقى فرس لتحت يبدأ يتحرك، هو زي ما كده مستني أي زقة ويبدأ الموشن بتاعته. طبعا الحالة الثالثة لو كان الثيتا أكبر من اللامدا، في الحالة دي البادي كانوت بريزيرف اتس إيكوليبريم، سو ات ويل موف داون ذا بلين. هو البادي خلاص كسر الإيكوليبريم وبدأ بالفعل الحركة، ما عادش فيه سكون في حالة ديت لما يكون الثيتا جريتر ذان اللامدا. يبقى تاني بناكد على الريمارك ديت اللي منها بعرف اذا كان البادي في حاله اكوليبريم ولا لا، واذا كان في حاله اكوليبريم هو اباوت تو موف ولا نوت اباوت تو موف، عن طريق الكومبيرنج ما بين الميجر اوف انجل اوف انكلينيشن اللي هي الثيتا والميجر اوف انجل اوف ريكشن اللي هي لامدا. اكزامبل 2، ابادي از بليزد on a rough inclined plane. Makes an angle of measure 30 with the horizontal. يبقى أنا عندي جسم محطوط على بلين مايل على الهوريزونتال بانجل 30. The coefficient of static friction between the body and the plane is root 3 over 5. بيقول لي state with reason that this body cannot be reserve its equilibrium on the plane. يعني هو خلاص حدد، بيقول لو ما فيش equilibrium بس قول لي السبب. ليه البادي في الحاله دي مش هيقدر يحافظ على الايكوليبريم بتاعه؟ طبعا زي ما قلنا في الريمارك اللي فاتت ديت ان انا بحدد عن طريق الكومبيرنج ما بين الثيتا واللامدا، يبقى الاكزامبل اللي بنتكلم عليه هو بيتطبق على الفيري امبورتنت ريمارك اللي احنا قلناها ديت. عندي التان ثيتا ايكوال تان 30، سيتا الانجل اوف انكلينيشن تو ذا هوريزونتال اللي هي ايكوال روت 3 اوفر 3. طب ما هو مدينا الميو اس ايكوال روت 3 على 5، يبقى الميو اللي هي تان لامدا بروت 3 على 5. طب مين اكبر، يا ترى روت 3 اوفر 3 جريتر ولا روت 3 اوفر 5؟ انا عارف لما يبقى عندي تو فراكشنز عندهم كومن نيوميريتور زي الاثنين اللي قدامي، الاثنين روت 3 في النيوميريتور، بس هنا دينيمينيتور 3 وهنا دينيمينيتور 5. عارفين ان بيكون في denominator smaller هو الجريتر فراكشن، وبالتالي root 3 over 3 greater than root 3 over 5، وبالتالي الثيتا اكبر من لامدا. طب اللي احنا قلناها ريمارك اللي فاتت، لما يكون الثيتا اكبر من لامدا يبقى البادي cannot be reserved its equilibrium on the plane، يعني الموشن حصلت خلاص وما عادش فيه equilibrium موجود. نيجي ليه ريمارك تانية مهمة نخلي بالنا منها. لو في عنده فورس بي in the direction of the line of the greatest slope of the plane up، يعني في عنده فورس في اتجاه الانكلايند بلين upwards acts on a body and the body is in equilibrium. طب البادي في حالة equilibrium، بتكلم عن ايه equilibrium؟ زي ما قلنا في حاله الانكلايند بلين يبقى الفورسز في اتجاه البلين اب ايكوال فورس في اتجاه البلين داون، والنورمال على البلين برضو الاب ايكوال الداون. بيقول لي زين تو ديترماين ذا ماجنتيود اند دايركشن اوف ذا فريكشن، بعمل ايه عشان احدد قيمه واتجاه الفريكشن فورس؟ قال لي اعمل كومبيرنج ما بين البي والدبليو ساين ثيتا. دي الرسمة بتاعتي، أنا عندي الويت فيرتيكلي داونوردز، والويت دلوقتي لا هو في اتجاه البلين ولا في اتجاه النورمال على البلين. طلع عشان أحل لازم أعمل ريزوليوشن للويت. فين الريزوليوشن؟ في تو بيربنديكولار دايركشنز اللي هو اتجاه البلين والنورمال عليه، اللي هو هيبقى دبليو ساين ثيتا في اتجاه البلين داونوردز ودبليو كوزين ثيتا في اتجاه النورمال على البلين. طب لما اجي اعمل كومبيرنج عشان اعرف الموشن اب ولا داون، هعمل كومبيرنج ما بين البي اللي هي في اتجاه البلين اب ووردز والدبليو ساين ثيتا اللي هي في اتجاه البلين داون ووردز، هيطلع لي ايه؟ والله لو طلع البي مور ذان دبليو ساين ثيتا يبقى في فريكشن فورس، وهتبقى الفريكشن فورس
داون ووردز. ليه؟ دايما الفريكشن فورس عكس اتجاه الموشن، معنى ان البي جريتر ذان دبليو ساين ثيتا يبقى البادي اباوت تو موف اب، وبالتالي يبقى الفريكشن فورس تو داون، وبالتالي تبقى الايكويشن اوف ايكوليبريم في اتجاه الانكلايند بلين البي ايكوال اف بلس دبليو ساين ثيتا. يبقى البي جريتر ذان دبليو ساين ثيتا يبقى الاف مع الفورس الصغيره علشان يحصل ايكوليبريم ويكونوا الاثنين ايكوال بعض. طب لو البي هي الصغيره ودبليو ساين ثيتا هي الكبيره، في الحاله ديت هيبقى البادي اباوت تو موف داون ووردز، وبالتالي يبقى الفريكشن فورس في عكس اتجاه الموشن يعني لفوق، يعني الاف تبقى مع البي لفوق ودبليو ساين ثيتا لوحدها هي اللي تحت. وبالتالي لما اجيب الايكويشن اوف ايكوليبريم في الحاله ديت هيبقى البي بلس الاف ايكوال دبليو ساين ثيتا. الاحتمال الثالث ان يطلع البي ايكوال دبليو ساين ثيتا. احنا قلنا من شويه لما اجي اعمل كومبيرنج بتوين اي تو ريل نمبرز عندي احتمال من ثلاثه، يا اما الاول جريتر ذان الثاني، يا اما الاول سمولر ذان الثاني، يا اما الاول ايكوال الثاني، ما عنديش احتمال رابع ممكن يحصل. فانا بدرس ثلاث احتمالات، الاحتمال الثالث يطلعوا الاثنين ايكوال بعض. في الحاله ديت هو البادي في حاله ايكوليبريم وما فيش فريكشن فورس، يعني الفريكشن فورس فانيشز، وفانيشز يعني ايكوال تو زيرو. يبقى البي هي الكبيره، يبقى الاف لتحت اللي هي الفريكشن فورس، البي هي الصغيره فريكشن فورس لفوق اللي هي الاف، البي ايكوال دبليو ساين ثيتا يبقى الفريكشن فورس ايكوال زيرو، ما احناش محتاجينها، هو الايكوليبريم موجود والبادي at rest still now. Example 3. A body of weight 40 newton rests on a rough plane inclined to the horizontal with an angle whose tangent 3 over 4. دي التنسيطة. If the least force acting in the direction of the plane upwards to keep the body in equilibrium equals 16 newton. Find the coefficient of static friction between the body and the plane. مبدأ أشوف الحل بتاعي، أرسم السؤال ونخلي بالنا من صياغة السؤال أو من الكلام اللي موجود في السؤال. إيه اللي أصلاً أخلي بالي منه بالتحديد في السؤال ده؟ least force. إحنا قلنا من شوية أنا ممكن البادي لما يكون في حالة equilibrium و about to move، ممكن يبقى about to move up وممكن about to move down. طب انا بقول least force يعني ديت اقل فورس مخليه البادي في حالة equilibrium، يعني قلنا كده دي الفورس اللي هي ساند الجسم ماسكاه علشان ما يقعش لتحت، وبالتالي البادي في الحالة ديت about to move down. طب انا استفدت ايه من اللي انا عمال اقوله ده كله؟ ان الميو ار اللي هي الفريكشن فورس في اتجاه البي يعني ابوردز. ليه؟ لما اجي اعمل كومبيرنج في الحاله ديت ما بين البي وما بين الدبليو ساين ثيتا هيطلع البي الصغيره ودبليو ساين ثيتا هي الكبيره، وبالتالي يبقى الميو ار اللي هي الفريكشن فورس او الليميتنج فريكشن فورس ابوردز ما هياش داون ووردز. ممكن يجي نفس السؤال بس كلمة ليست يخليها greatest force، بس هيختلف ايه السؤال وانا بحله لو جه كده؟ الحالة دي هيبقى الميو ار تو داون مش تو اب. ليه؟ ساعتها هيبقى البي greater than دبليو ساين ثيتا، يبقى الموشن اباوت تو موف ابوردز، وبالتالي يبقى الميو ار تو داون. فنخلي بالنا من الكلام اللي مكتوب في السؤال ده. برسم right angle triangle. ليه؟ هو ادانا تان ثيتا بس وانا بحل محتاج الصين والكوساين مش محتاج التان بس، وبالتالي برسم رايت انجل تراينجل انجل ثيتا. التان هو اوبزيت اوفر ادجيسنت يطلع الهايبوتنس ايكوال 5 من بايثاغورس، وبالتالي لما اجي اقول انا عاوز ساين ثيتا يبقى 3 اوفر 5، عاوز كوساين ثيتا يبقى 4 اوفر 5، عاوز تان ثيتا يبقى 3 اوفر 4 حسب اللي انا محتاجه في السؤال، كلهم موجودين قدامي. ابدا اشوف الايكويشنز اوف موشن بتاعتي بعد ما عملت ريزوليوشن للويت دبليو كوزاين ثيتا
في اتجاه النورمال على الانكلايند بلين، ودبليو ساين ثيتا في اتجاه الانكلايند بلين داون ووردز. عندي الار لو نورمال رياكشن ايكوال دبليو كوساين ثيتا. طب الويت بكام؟ 4 نيوتن. وكوساين ثيتا بكام؟ 4 اوفر 5. يبقى الار ايكوال 40 تايمز 4 اوفر 5 ايكوال 32 نيوتن. جبنا الار من الايكويجن الاولى. الايكويجن الثانيه زي ما قلنا الفريكشن فورس ابوردز، والليميتنج فريكشن فورس هنا اللي هي الميو ار الميو اس ار. وبالتالي الايكويجن الثانيه هيبقى البي بلس الميو اس ار ايكوال دبليو ساين سي. البي هو اللي نفس 16 وميو اس ار الار لسه جايبينها في 32 في الاستيب اللي قبليها، يبقى بلس 32 ميو ايكوال دبليو اللي هي 40 وساين ثيتا اللي هي 3 على 5. اصبحت دي ايكويجن فيها انون واحد فقط اللي هو الميو اس، بعد ما عملت سبستيوشن عن كل الانونز اللي عندي الثانيه. البي موجوده حطيت الرقم بتاعها، والار موجوده والدبليو موجوده والساين ثيتا موجوده. وبالتالي هيبقى عندي دلوقتي لما نودي 16 الناحيه الثانيه بالماينس يبقى 32 ميو اس ايكوال 8. نودي 32 بالديفايد يبقى الميو اس ايكوال 8 اوفر 32 يعني ايكوال 1 على 4. هو طالب الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن بتوين ذا بادي اند ذا بلين، طلع ايكوال 1 اوفر 4. وبكده احنا جبنا المطلوب في السؤال. بعد ما شفنا ثلاث اسئله السي طبقنا بيهم على الانكلايند بلين، وفي نفس الوقت رجعنا فيهم على الهوريزونتال بلين وربطنا الاثنين ببعضيهم، نبدا نشوف كده كام سؤال ام اس كيو على نفس الدرس. Example 4 bullet choose the correct answer. In the opposite figure, the body is about to slide down. Then the coefficient of static friction equal mean for double. لو احنا شايفين في الرسم اللي قدامنا البادي about to slide down under the action of the weight only، ودي قلناها من شويه، في الحاله ديت بيبقى الانجل اوف فريكشن هي الانجل اوف انكلينيشن اوف ذا بلين تو ذا هوريزونتال. وبالتالي هو عايز الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن اللي هو الميو اس اللي هو الاصل بتاعه ايكوال تان لامدا، فما اللامدا ايكوال الثيتا يبقى برضه ايكوال التان ثيتا. طب هنجيب التان ثيتا منين؟ انا قدامي رايت انجل ده ترينجل، والانجل ثيتا الاوبزيت بتاعها ايكوال 6 والهيبوتنس ايكوال 10، فهنجيب الادجيسنت من بايثاغورس هيطلع ايكوال 8. وبالتالي طالما الساين ثيتا ايكوال 6 على 10 لو ايكوال 3 على 5 في السمبلست فورم، يبقى التان لامدا هو التان ثيتا هيطلع 3 على 4، بالتالي يبقى الميو اس ايكوال 3 على 4. الكلام ده منين؟ قال علشان التان ثيتا هيطلع ب 3 على 4. ب 3 على 4 منين؟ زي ما قلنا لما نجيب الثيرد سايد في الترينجل ده هيطلع ب 8، يبقى التان ثيتا 6 اوفر 8 اللي هي ايكوال 3 اوفر 4 في السمبلست فورم. يبقى الاجابه الصح هي نمبر سي. Example 5. Choose the correct answer. A body is placed on a rock plane inclined to horizontal at an angle equals the measure of the friction angle. Then the body. ده بيسألني على ريمارك احنا قلناها من شوية في الشرح. البلين الانكلاين مايل على الهوريزونتال بانجل ايكوال الانجل اوف فريكشن، يعني عايز يقول لي في الاخر كده ان الثيتا ايكوال اللامدا. طب احنا لما خدنا فيري امبورتنت ريمارك من شويه قلنا علشان نحدد الستيب بتاعه البادي اللي على انكلايند بلين عن طريق الكومبيرنج بتوين الانجل اوف انكلينيشن والانجل اوف فريكشن اللي هي الثيتا واللامدا، لما قلنا عندنا ثلاث احتمالات وكان واحد منهم لما الثيتا ايكوال اللامدا، كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيبقى البادي ان ايكوليبريم،
بس في الحالة ديت هو ان equilibrium هو about to move downwards. وبالتالي لما نشوف الاختيارات اللي عندنا هنلاقي number C ان البادي is about to move downward الزبلين. وكلمة about to move مش معناها ان هو اتحرك خلاص، لا، هو still in equilibrium ولكن على وشك الحركة لتحت. ده بيحصل امتى تاني؟ لما يكون الثيتا ايكوال اللامدا، هو ده اللي هو قاله في السؤال، وبالتالي الإجابة الصح هي نمبر سي. example 6 وده جا فيه الامتحان التجريبي 2021 برضه بيقول choose the correct answer. A body of weight 88 نيوتن placed on a rough inclined plane mix with the horizontal and angle of measure 60 degree. If the body about to slide, then the magnitude of the limiting static friction equal كام نيوتن؟ دي الرسمة بتاعتي. Body ويب بتاعه 88 محطوط على inclined plane مايل بانجل 60 to the horizontal. الاختيارات اللي عندي يا ترى limiting static friction 22 root 3 ولا 44 root 3 ولا 22 ولا 44. أول حاجة أنا عندي الـ R اللي هي الـ normal reaction بتبقى equal W cosine theta. طب مين الـ W اللي هو الـ weight اللي هو بكام؟ بـ 88 وكوزين theta اللي هي cosine 60. بالتالي يبقى normal reaction equal 88 cosine 60 يطلع 44 نيوتن. ده مين؟ ده normal reaction. هل هو طالب normal reaction؟ لا، ده هو طالب limiting static friction. طب مين هي limiting static friction؟ اللي هي ال Fs اللي هي equal مين؟ equal mu r. طب ما انا جبت ال r تلعب بكام؟ تلعب ب 44. طب الميو equal كام وليه؟ قال الميو هي تان لامدا. طب ما احنا قلنا لما يكون البادي about to move under the action of the weight only يبقى الميو اس ثيتا ايكوال اللامدا، وبالتالي الميو هي تان الثيتا وهي تان اللامدا. انا عندي الثيتا ايكوال 60 ديجري يبقى الميو تان 60 يطلع بروت 3. يبقى انا جبت الار من الايكويجن اوف ايكوليبريم وجبت الميو من الانجل اوف انكلينيشن اوف ذا انكلايند بلين تو ذا هوريزونتال، بس انا لا عاوز الار لوحديها ولا عاوز الميو لوحديها. امال انا عاوز ايه؟ انا عاوز الليميتنج ستاتيك فريكشن اللي هي الميو ار. انا عايز الاف اللي هي ايكوال ميو ار اللي تبقى 44 تايم روت 3 اللي هي 44 روت 3، وبالتالي يبقى التشويز الصح هو نمبر بي. اكزامبل 7 برضه ام سي كيو تشويز ذا كوركت انسر. A body of weight W newton is placed on a rough inclined plane. It makes an angle of measure theta to the horizontal. The coefficient of friction between the body and the plane equals mu. Then the tangential force that acts on the body and makes the friction vanishes equal كام نيوتن؟ يا ترى ميو دبليو ولا ميو كوزين ثيتا ولا ميو دبليو كوزين ثيتا ولا دبليو سين ثيتا؟ برضو احنا قلنا ده من شويه في ريمارك واحنا بنشرح. امتى الفريكشن فورس فانيشز؟ لو كان الفورس اللي بتاثر على الجسم ابوردس ايكوال الفورس اللي بتاثر عليه داونوردس. طب هي كانت مين الفورس اللي داونوردز عشان احنا نسينا؟ لما هنشوف الويت، عارفين الويت بيكون فيرتيكلي داونوردز، ده لا في اتجاه الانكلايند بلين ولا في اتجاه النورمال عليه. ولما بعمل ريزوليوشن للويت بجيبه في تو بيربندكولار دايركشنز في اتجاه البلين اتجاه النورمال على البلين. في اتجاه البلين بيطلع دبليو ساين ثيتا، يبقى اصبح البادي دلوقتي الفورس اللي بتاثر عليه داونوردز هي دبليو ساين ثيتا. علشان اجيب فورس تعمل ايكوليبريم وتخلي مفيش فريكشن فورس موجوده
يبقى انا عايز الفورس اللي هي الابوردز تبقى ايكوال الفورس داونوردز، وبالتالي تبقى ايكوال دبليو ساين ثيتا، وبالتالي الاختيار الصح هو نمبر دي. بكده نكون احنا انتهينا من شرح يونت 1 الفريكشن. كانت عبارة عن درسين، الدرس الاول كنا بنتكلم عن الهوريزونتال بلين، والدرس الثاني النهارده بنتكلم عن الانكلايند بلين. كان معاكم مستر محمود درويش، تمنياتي بالتوفيق لكل طلبة الصف الثالث الثانوي، وان شاء الله نتقابل الحصة الجاية في اول درس من يونت 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.